ففعلا اه كابتن ده كان اول منصب. وطبعا طبعا يعني انا كل المناصب الحمد لله، انا هم اربع مناصب دلوقتي في النادي، كلهم حاجات. احكيهم لنا كده. يعني انا مستشار مستشار الفني شركة لشركة الأهلي. الاهلي للانتاج الاعلامي، وعضو مجلس امناء لقناة الأهلي. النادي، وبعد كده تشكل مجلس لاعلام النادي الاهلي، والكابتن كان شكلهم نفس مجلس الامناء، فبقيت عضو فيه، ده ثالث حاجة، عضو في مجلس امناء الاعلام. ومؤخرا الكابتن قرر ان هو يأسس مؤسسة مجتمعية. الاهلي للتنمية المجتمعية، فحطني عضو في المجلس بتاعها. لان الحمد لله انا من بعد ارسم قلب، لان هي كانت اول حاجة في الجزء الخيري، اشتغلت الحمد لله على تقريبا كل المجالات الخيرية، هايل هايل. زي في الطب مع دكتور مجدي يعقوب، بيت الزكاة في مجالات مختلفة، ذوي احتياجات خاصة مع المهندسة أمل مبدأ واتحاد ذوي الاتحاد الإعاقات الذهنية، وعملنا حفلة قادرون باختلاف اللي كانت اتعملت سنتين بس اتأجلت السنة اللي فاتت بسبب ظروف كورونا. فالكابتن قال لي انت عندك في الجزء ده مع الجزء الإعلاني اللي يخص الجزء الخيري خبرة، عايزين نستفيد بيها في المؤسسة. فكمان دي كانت آخر حاجة، والمؤسسة الحمد لله خلاص خلص ورقها، والكابتن اختار مدير تنفيذي يعني وإدارة تنفيذية، وبدأوا شغله ان شاء الله، ونجتمع بإذن الله بقى عشان نبدأ نفعل دورها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نتمنى لك طبعا الناس تشوف بصمات، هتحس من نفسها هي بصمات طالعه منين، زي ما شافوا الحفله. لا الحفله دي قصه كبيره يعني.